السلام عليكم دابا. الله لا سلمك ولا الحق لك خير. عادوا بك وجه تجي لعندي بعد اللي عملته. قل الله حياك يا مكسر اللمس، تنفع يدك ضد اخوك وابوك واهلك وناسك، قبح الله وجهك. يا جدا انا فدائك، انا عمري ما شوقف ضد اخي ولا ضد دمي ولا ضد اهلي وناسي. صح انا رفعت يدي ضد سيف، بس مش علشان تحسين، علشانك يابا. توقف ضد اخوك تقول علشاني؟ انت ايش حمار؟ انت ايش ما تفهمش يابا؟ يابا الله يحفظك، انا لما سمعت تحسين بيت يقول انه اخي خالف القانون، قلت ما شخليهمش يقولوا انه شاه بندر التجار واقف مع ابنه بالغلط، عشان هيك رفعت ايدي. انت كذاب، انت كذاب. انت تحسد اخوك لانه احسن منك، انت السبب. قلت له روح ادرس معه سافر، لكنك ما رضيتك، علشان كذا توقف ضده ما توقفش معه. اوقف معه بايش يا ابا؟ اوقف معه بايش؟ هو خبر خبر قالوا قدام الناس، لاش ينفذوه ولا شي يقدر ينفذوه، ولا شي يسمحوا له الانجليز ولا الفرنسيين ولا الترك ينفذوا. ابنك شي يعلم الرعية، والرعية لا تعلموا مش نقدر لهونش. كل إنسان من حقه يتعلم، كل إنسان من حقه يدور على مصلحته وينفع نفسه. ينفع نفسه من كيسه مش من شقائي. ابنك شي يعلم الناس من شقائي، اللي شقيتوا بونا سنين، شي ضيعوا على العمال والرعية وعيال السوق. اطلع برا بيتي، ماشي اشوف وجهك. اطلع برا. جوهر